رونالدو يصبح أول شخص على سطح الأرض يصل إلى مليار متابع على السوشيال ميديا. في البداية أعزائي المشاهدين، بالرجاء عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات عشان الفيديو يوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إنجاز جديد وغير مسبوق في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح أول شخص في التاريخ يصل إلى مليار متابع على مختلف المنصات. رونالدو كتب عبر صفحته الرسمية بموقع إكس: لقد حققنا إنجازا تاريخيا، مليار متابع، هذا أكثر من مجرد رقم، إنها شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما بعدها. وأضاف الدون قائلا: من شوارع مدارية إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائما من أجل عائلتي ومن أجلكم. الآن يقف مليار شخص منا معا. واختتم التغريدة قائلا: لقد كنتم معي في كل خطوة على الطريق، في كل من الصعود والهبوط، هذه رحلتنا وقد أثبتنا معا إنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه. شكرا لكم على ثقتكم بي ودعمكم، وكونكم جزء من حياتي، الأفضل لم يأتي بعد، وسنواصل العمل والفوز وصنع التاريخ معا.